إذن ينضم إلينا الآن الأستاذ وليد البطوطي الخبير السياحي. صباح الخير يا فندم. أستاذ وليد صباح الخير. صباح الخير. بداية أستاذ وليد عايزين نعرف بقى بالتفاصيل وبالتفصيل أكتر إيه اللي بيحصل في مرسى علم دلوقتي؟ دمج سياحة البيئة بالتنوع البيولوجي بيحصل إزاي على أرض الواقع؟ إيه اللي بيحصل؟ المرجو من الموضوع ده هو الاستفادة من الحرف اليدوية وإدماجها واستفادة البيئة اللي هي بتحيط بالأماكن السياحية. يعني النهاردة أي مكان في مصر النهاردة في حرف يدوية كتيرة جدا طبعا. ولكن الهدف كان من الموضوع ده إن هو المنطقة نفسها وأهل المنطقة يستفيدوا من السياحة، يبقى في عائد مباشر ليهم ودمجهم في العملية السياحية. يعني المنتج بتاعه بيطلع بيتباع في نفس المكان، ما بيبقاش بقى بيتنقل او بيروح منطقه، ولكن بيتعمل له كمان دعايه وبيتعمل له نوع من انواع التطوير والتجهيز، بحيث انه حتى لو المنتج ده بيحتاج عمليه شحن او اي حاجه احنا بنوفر الكلام ده، الدوله بتوفر الكلام ده للسائح. للسائح وللعامل ايضا اللي عمل هذا المنتج. العامل هيستفيد ان هو الشغل بتاعه بدل ما كان ملوش عملية تسويق، احنا دلوقتي انت عايز بتوفري له عملية التسويق وعملية البيع، لانه الـ 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 الاجنبي لما بيكون موجود في المنطقة دي بتتعرض عليه الحاجة بصورة الطف وبصورة كويسة، فبتبدأ نقدر نوسع له عملية التسويق بتاعته وبيكون الناتج مباشر معاه على طول. نعم. طيب في شق آخر وهو التدريب أيضا على الحرف اليدوية. التدريب مين اللي بيقبل على التدريب، وهل في يعني صيغة معينة أو إجراءات معينة المفروض أن هي تتم قبل ما يلتحق هذا الشخص بعملية التدريب؟ أنت عارفة حضرتك هي برامج أصلها بتبقى برامج تحفيزية، أنه في بعض من الناس عندهم الصناعات دي صناعات وراثية عائلية في البيت، اللي إذا كانوا بيعملوا كذا أو بيعملوا كذا ده بتبقى حاجة احنا بنعمل لهم بس عملية تحفيز، وبياخدوا تحسين وتطوير للأجهزة اللي بيشتغلوا عليها، يعني العملية مجمعة كلها كاملة. طيب ولغاية دلوقتي الحصيلة عاملة ازاي، وإقبال من قام بعمل المنتج اليدوي أخبارها ايه؟ احنا شفنا قبل كده، بس خليني أدي لحضرتك مثال قبل كده، شفنا قبل كده زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى منطقة اللي هي ورا مجرى العيون عند الفخار كويس، والاهتمام اللي حصل بيهم والتطوير وكل طلباتهم اتحققت، اللي كانوا عاوزين أفران اتحققت لهم موضوع الأفران، إذا كان الكهرباء إذا كان كل الأشياء اللي تسهل إن المنتج يطلع كويس ويبدأ يبقى تنافسي، لأنه من المهم إن كمان المنتج يكون تنافسي. طيب واحنا بنتكلم على ان عموما بيتم دعم الصناعات اليدويه بكافه الاشكال، عايزين نتكلم على مشروع برنامج البيئي للتعاون المصري الايطالي، ماذا عن هذا المشروع؟ النهارده في برامج تبع الاتحاد الاوروبي وبالذات تحديدا تبع الايطالي بتخش بتشجع الصناعات اليدويه كي تستفيد البيئه المحيطه. نعم. يعني النهارده مثلا ادي لحضرتك مثال تاني بسيط، في الفيوم مش بس في مرسى علم، يعني انا بتكلم على الفيوم على سيوة على كل مناطق مصر، النهارده في برامج جايه لها بانه الناس تستفيد، البيئه المحيطه هي اللي تستفيد من وجود السائح، ان احنا اوجدنا السائح عاوزين نوجد له منتج بيئي كمان يشتريه او من المكان ده يقدر يعود بيه الى بلاده كنوع من انواع السوفونير او الهدايا. طبعا. فبنعمل لهم عمليه الناحيتين بيستفيدوا. نعم. أستاذ وليد البطوطي الخبير السياحي، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة، ودائما الحرف اليدوية المصرية لها سوق كبير سواء داخل مصر أو خارج مصر أيضا، ويا رب بإذن الله من نجاح لنجاح.